نروح مع حضراتكم لاخر خبر ومنه هنروح فاصل عشان نبدا اولى بقى فقراتنا الحواريه، وهي او هو خبر يعني اعتقد مشرف جدا لما تيجي تتكلم عن بطوله، والبطوله دي التنافس فيها ما بين اثنين مصريين او هنا تحديدا مصريات حاجه محترمه جدا، بطوله البلاك بول للسكواش اللي توجت فيها البطله المصريه نورهان جوهر المصنفه الثانيه عالميا بلقب البطوله اللي اقيمت في مصر، وده بعد فوزها على نور الشربيني المصنفه الاولى عالميا في المباراه النهائيه للبطوله. كانت حاجه زي ما بتقال عظمه تقدمت فيها نور جوهر، عفوا نوران جوهر على نور الشربيني في اول شوطين من المباراه، وفي الشوط الثالث سحبت نور الشربيني بسبب الاصابه اللي كانت يعني بتعاني منها، علشان بعد كده تفوز نورهان جوهر بالمباراه وكمان بلقب البطوله. خلينا نشوف، نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. بطولة بلاك بول دي بطولة دولية، دي النسخة رقم 6 من البطولة. احنا بدأنا من سنة 2019 ننظم البطولة للسيدات المحترفات، البطولة بتصنيفها بلاتينيوم، والنهاردة الحمد لله كان النهائي البطولة، كان مباراة قوية جدا ما بين نوران جوهر ونور الشربيني. يمكن نور الشربيني حصل إصابة في رجلها فما قدرتش تكمل، لكن الجيم الأولاني والتاني كان حاجة فوق الممتازة، بطولة قوية، وزي ما حضرتك شايفة التنظيم كل الناس الموجودة مبسوطة جدا من التنظيم. بطولة تنظيمية الحمد لله ناجحة جدا، جماهيريا زي ما انت شايفة، فنيا الحمد لله يعني وصلنا للفاينل بطريقة كويسة، عندنا بنتين من أولادنا، أتمنى لنور الشربيني الشفاء العاجل، وبكل التوفيق لنوران جوهر، عملت ماتش حلو قوي والجيمين اللي لعبتهم كانوا يعني بيرفكت الحمد لله. فبالنسبة لي أنا في منتهى السعادة يعني أشوف اثنين من بناتي في الفاينل يعني الحمد لله. نادي بلاك بول على طول بيستضيف بطولات البي اس اي السي اي بي بي اس اي في شهر مارس وفي شهر ديسمبر، كل مرة بنحاول طبعا إن احنا نشتغل على نفسنا إن احنا نقدم بطولة أفضل ونقدم بطولة أكبر. وحابب طبعا اشكر كل السبونسرز اللي بيبقوا معانا بيدونا طبعا دافع محترم ان احنا نقدر ان احنا نقدم بطوله محترمه. كل بطوله بيبقى ليها بصراحه قصه وبيبقى ليها شكل مختلف بيست على الماتشات وبيست على التاهيلات. البطوله المره دي كانت هايله بصراحه ان احنا نشوف النهارده نور الشربيني ونوران جوهر مع بعض في الفاينل، وكانت مفاجاه كبيره طبعا، وحاجه طبعا كلنا كنا مبسوطين بيها النتيجه ان نوران جوهر يبقى ليها وضع بالمنظر ده ويبقى ليها تأهيل يعني تتأهل بالمنظر ده وتاخد اللقب. نوران قدمت اسبوع كويس جدا من اول ماتش على ماتش، كانت بتتحسن كل يوم بتلعب احسن من اللي قبله. امبارح كان عندها اختبار صعب قوي في السيمي فاينل مع جويل كينج لاعب نمره 6 على العالم، واحده في فورمه جامده جدا. النهارده كان ماتش صعب، اول جيم 10-7 جيم بول لنور الشربيني، نوران رجعت وخلص الجيم جيم طويل قوي من احسن جيمات البطوله بالنسبه لي، ده احسن جيم اتلعب في البطوله بطوله بلاك بول. وبقول لنوران مبروك والحمد لله على تتويج كمان بنمره 1 على العالم، وصولها لنمره 1 على العالم انجاز احنا فخورين بيه يعني. وبقول نور هارد لك. مصر بصراحه يعني فيها توب، عندك نوران، نور الشربيني، هانيا، نور الطيب، يعني في عندنا ما شاء الله في البنات سلسله جميله جدا، وبرضه كذلك في الولاد يعني حتى في النادي الاهلي في عسل طبعا وبيلعب دلوقتي النهارده او هيلعب بكره، فكان اتفرجنا على الماتش امبارح، نوران كان بيتفرج على الماتش امبارح بتاعه وهو يعني، فاحنا ما شاء الله عندنا في الاسكواش سفره في الخارج عظماء جدا، يا ريت نهتم بيهم يعني. انا بصراحه لما بشوفهم بره بشوف الجمهور بيتعامل معاهم ازاي وبيتاثر بيهم ازاي وبيبقى عايز يتصور معاهم وياخد فوتوغراف معاهم او كده، فيعني يا ريت حاجه مشرفه جدا للبلد يعني. طبعا اكيد ما كنتش مبسوطه ان الماتش خلص بالطريقه دي، كان ماتش كويس وانا ونور يعني في احترام ما بيننا كبير، ويعني اخر سنه تقريبا لاعبين فاينل كل الماتشات مع بعض ضد بعض، فانا على طول بستمتع بماتشاتنا وانا فخوره بالتحدي اللي موجود ما بيننا، وطبعا كنت مبسوطه
مبسوطه من الماتش النهارده وادائي، وبس ما كانش نفسي يخلص بالطريقه دي يعني. مبسوطه وبالذات ان التصنيف كمان يعني الشهر الجاي هبقى رقم واحد، فدي حاجه يعني ضعفت الانبساط. وانا يعني مبسوطه من السنه عامه ان انت توصل تصنيف رقم واحد، يبقى انت كنت بتكسب معظم البطولات، فدي حاجه كبيره بالنسبه لي. طبعا انا كان هدف من اهداف السنه دي يعني ان انا التايتلز اللي انا ما كسبتهاش يعني احاول اكسبها، فبلاك بول كان واحد منهم اكيد. كان نفسي طبعا اكمل الماتش لحد الاخر، بس الاصابه منعتني، بس الحمد لله كان ماتش حلو. انا كنت شايفه لحد اول جيمين كان ماتش حلو جدا، وكان نفسي اكمله، بس يعني الحمد لله المره الجايه.